عارف في نقطة كمان يا دكتور النهاردة لاحظتها وأنا بفرج على المباراة وأنا بحاول أدي مبررات يعني للظروف الخارجية، فقلت طب فرضا الأهلي كان بيلعب ذهابا إيابا في المباراة النهائية وخسر المباراة الذهاب 2-0 كان هيبقى موقفه صعب جدا إيابا بالزبط. يعني النهاردة ككورة أنت خسرت البطولة كورة مبدئيا بالظبط، فأنت حتى لو ما كانش فيه الظروف دي وأنت بتلعب مباراة ذهاب طبيعي تلعبها في المغرب ما كانش كان هيبقى صعب بالشكل ده انك تعوض في الطريق. يعني انا لو خسرت وانا بلعب ومنافس في المباراه بشكل كويس يعني تبقى اشوى، انما خسرت والفريق قدامي احسن مني على طول في كل الحالات صحيح في كل الاوقات صحيح، وحتى لما اتحت لي بعض الفرص راحت شحيحه يعني شحيحه فرص شحيحه اول اول كره على الجول كان الشوط الشوطه بتاعت قفشه في الشوط الثاني يعني متاخر قوي في الشوط الثاني تقريبا دقيقه 79 على ما اتذكر بالظبط. فعشان كده انا بقول يعني الالم في انك انت خسرت وانت وحش مش كويس ومش معبر عن النادي الاهلي بطل افريقيا ونادي القرن ممكن اخسر بشكل لدرجه ان المذيع كان خايف على الاهلي ما قال لك عادي يقول قال لك انا خايف على الثالث تفتح العمليه على النادي الاهلي، هو مش خايف يعني هو بيعبر عن اللي حاصل في الماتش ان هو ممكن العمليه تفتح والنادي الاهلي يخسر خساره كبيره عشان كده ليه؟ لان النادي الاهلي كان مش كويس. طب اشاركك الحزن النهارده كمان، انا ازعجني جدا كمان النهارده في شكل الاهلي انه الروح المعتاده، يعني احنا ساعات كتيره قوي كنا بنشوف الاهلي ممكن يمر بمراحل يبقى فيها هبوط مستوى بس يبقى في روح عند اللاعبين وبيحاولوا ويجتهدوا وبتاع، النهارده الروح كانت معدومه تقريبا. لحد صفاره الحكم مش حاسس ان اللعيبه لسه بتلعب في نص الشوط الاول. لان مش قادرين. وفتنس مش كويس. ما الروح دي تيجي ممكن مع يكون الفيتنس كويس وتكون مثلا فنيا مش ماشي كويس بس بدنيا كويس. النواحي المعنويه تبان بقى تاثر فيه انها بتطلع كل الطاقات الكامنه في جسمك وتنفذها بقى اللي هي النواحي البدنيه. فتلاقي نفسك قوي في الاشتراك في الكرات المشتركه في السرعه في التاكلينج في الهيدنج في الحاجات دي مع بعض الاقي نفسي عندي امكانيه كبيره ممكن ابقى تكتيكيا مش كويس بس بدنيا جامد مع الروح تمشي. انما الروح هتيجي وانا مش قادر ما هتعمل ايه يعني؟ ما انت مش قادر. شوف النهارده الفارق البدني واضح. الكره المشتركه كل كره هم الاسرع هم شارب. شارب يعني ايه؟ يعني حاد بدنيا تك 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 بياخدها قبل منك كل مره. وانت يعني هذه بتبين الفيتنس بتاعك. صحيح. فدي كانت موجوده في كل مباريات الدوري اللي احنا خسرناها او اللي تعادلنا فيها نفس الحكايه. فدي برضو مؤشر كان من الحاجات اللي تخليك حزين وانت بتتفرج، لانه انا ممكن اتفرج مثلا في فرق بتخسر بس يعني مثلا ليفربول لما لعب امبارح مع ريال مدريد يعني على الاقل كان ماسك كوره اكتر. طلعت قلت ان ليفربول كان احسن وريال مدريد وفق وكسب. بس مش والدليل ان جماهير ليفربول استقبلت بعد كده الفريق وهي مبسوطه وسعيده مش حاسه ان هو قصر يعني. بالظبط.